سيدنا ونحن في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، هناك شائعة تهمة يعني تنطلق إلى المسامع بين فترة وأخرى، أنكم يا أتباع آل البيت أيها الشيعة يعني تهتمون بأهل البيت وتتركون رب البيت، تتركون النبي صلى الله عليه وسلم دون اهتمام، كيف تردون على هذا الكلام؟ الإشكال وين؟ الإشكال في الاحتفاء والاهتمام أو في الاقتداء والالتزام؟ طيب، القوم لما تركوا رسول الله صلى الله عليه وآله مطروحا، نعم، ولم يهتموا حتى بتجهيزه، نعم، وذهبوا إلى سقيفتهم، هؤلاء الذين التزموا بخطه وبمنهاجه وبوصيته التي لمرات عديدة في حياته الكريمة وآخرها في غدير خم دعا الناس على أنه يجعل عليا هو الإمام والخليفة، ولكن تنصلوا وتركوا عليا وذهبوا إلى غيره. هذا أهم، أن نحتفي ونلتزم بخطه ومنهاجه أو أن نستذكره ونشكل على آخرين أنه أنتم لا تذكرونه. نعم. مشكلتنا نحن نقع في مغالطات كثيرة للأسف الشديد، والسوشيال ميديا والكلام السطحي يشوش الرؤية ولا يجعل المتلقي في وضوح. نحن سؤالنا الواضح هو هذا، الأهم فيما يرتبط بشأن المسلم هو الالتزام بالمنهج أو الالتزام بالشعار والعنوان. لأسمي نفسي محمدية، لأسمي نفسي رسالية، لأسمي نفسي مسلمة، ولكن واقعي شنو؟ واقعي محمدي؟ واقعي رسالي؟ إذا كنت محمدي المنهج، أين محمد في طريقي وفي حياتي وفي تعلقاتي وفي فكري؟ أين محمد؟ صلاتي محمدية؟ وضوئي محمدي؟ ولائي محمدي؟ هذا في واقع الحال أزمة فكرية للأسف لم تحل إلى يومك هذا. نعم، نحن نحتفي برسول الله صلى الله عليه وآله بجنبتين، بذاته صلى الله عليه وآله وبأهل بيته الذين هم ماذا؟ أمر الله سبحانه وتعالى صلتهم ومودتهم والالتزام بهم. فلذلك القرآن الكريم لما يقول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول، لله وللرسول، استجيبوا لمن؟ لما دعاكم. دعا الرسول صلى الله عليه وآله بالتزام أهل بيته والتزام علي، التزام علي، أين الأمة في هذا كله؟ ففي واقع الحال هناك مغالطة وتشويه وتزوير للحقائق، ونعتقد جازمين أننا عندما تمر علينا ولادة النبي الأعظم نذهب لعلي نبارك له ولادة ابن عمه وسيده، لما في ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي وفاته، وفاة الرسول الأعظم، نذهب إلى علي لأنه صهره وابن عمه وأقرب الناس إليه، نعزيه وخليفته بلا فصل. عقيدتنا أن عليا خليفته بلا فصل، ولذلك طريقنا للرسول الله علي بن أبي طالب وليس لشخص آخر أصلا. وأي شخصية أخرى أن توصلنا إلى رسول الله لابد أن تكون ماذا؟ شخصية على المنهج العلوي. نعم. على المنهج العلوي، أما منهج آخر لا يقبله. حتى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه لما طرحت له الخلافة في زمن الخلافة قال إذا تبايعوني تبايعوني على ماذا؟ على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وليس شيء آخر. قالوا لا، ما جاء به محمد وسنة فلان وفلان. قال لا أقبل ذلك.